عمليات مركزة ينفذها الجيش العربي السوري على امتداد الجغرافيا السورية تهدف إلى ضرب تحركات وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية. وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت آليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة، وقضت على عدد منهم في حي الكرك بدرع البلد. كما دمرت وحدات الجيش مربضة مدفعية وآليات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرية جمرين ومدينة بصرة الشام في ريف درعا. وحدات الجيش وبعد أن سيطرت بعملية عسكرية دقيقة على بلدة هريرة في منطقة حوض بردة بريف دمشق، قامت بتوسيع نطاق الأمام في محيط البلدة، بينما عملت وحدات الهندسة على تمشيط المباني السكنية وإزالة العبوات الناسفة والمفخخات. في الغوطة الشرقية بريف دمشق تمكنت وحدات من الجيش من تدمير شبكة أنفاق تابعة للإرهابيين في محيط حوش الفارة، بعد أن تقدمت إلى مناطق هامة على محور الشيفونية حوش الفارة مزارع الريحان. في حلب تقدمت وحدات الجيش العربي السوري في منطقة معامل الليرمون وسيطرت على عدة كتل أبنية وقضت على عدد كبير من الإرهابيين. وكانت وحدات الجيش دمرت عددا كبيرا من الآليات والمدرعات التابعة لإرهابيي جيش الفتح في منطقة حندرات، حيث اعترفت المجموعات الإرهابية بحجم خسائرها في معركة حلب في اليومين الماضيين التي وصلت إلى مئات القتلى، إضافة إلى خسائر كبيرة في العتاد والآليات.